حضرتك دارس جيد للشؤون الداخلية الأمريكية وعشت فترة في أمريكا ودرست ودرست فيها وحضرت ندوات ومراكز أبحاث، إحنا عندنا في العالم العربي فهم مغلوط أنه الرئيس الأمريكي يستيقظ كل صباح مهتما مثلا بوليد جنبلاط أو بسمير جعجع أو بأبو مازن أو بمشكلة الحوثيين في اليمن. عايزين نوضح للناس ما هو ترتيب أولويات الرئيس الأمريكي. بالتأكيد بالتأكيد قبل ما يبقى حتى عرب أو مش عرب في السياسة الخارجية، أولوياته الأولى هي الوضع الداخلي، وأولوياته الأولى في الوضع الداخلي في الحالة اللي هو ورثها هي المسألة الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد. تمام. عايزين نشرح للمشاهد اللي مش بالضرورة متخصص في الشؤون الأمريكية أهمية وأثر الوضع الاقتصادي على صانع القرار الأمريكي بالذات الرئيس أوباما في فترته الثانية. هو حتى 10 سنوات مضت كان الاقتصاد الأمريكي دولة من 300 مليون كان ثلث الاقتصاد العالمي، 30% من الاقتصاد العالمي بس أمريكي، كل الإنتاج كله أمريكي. في السنوات العجاف لجورج بوش الابن هبطت حصة أمريكا ل 25%، الفرق بين 25 و 30 يعني تريليونات الدولارات، هذا اقتصاد العالم كله. طبعا واجب أوباما أن يحسن هذا الاقتصاد. مثلا نشوف ميت رومني، ميت رومني اقتصاد في الأرض، خسروا حربهم في أفغانستان، خسروا حربهم في العراق، خسروا حربهم ضد الإرهاب، عايز يزيد ميزانية وزارة الدفاع. احيانا يعني في نوع من الوقاحه غير موجود. ميزانيه وزاره الدفاع الامريكيه اخر ميزانيه بذكر في حدود 770 بليون دولار، تزيد على مجموع ميزانيات العسكريه في العالم كله. احتجوا على الصين انه رفعت ميزانيتها الدفاعيه مثلا ل 70 بليون دولار، لك يا جماعه طلع على ميزانيتك. بعدين انت مين وكلك تكون شرطي للعالم؟ مين وكلك تقرر شو هو المجلس المعارض في سوريا؟ لكن مش ممكن، لازم تصير. مش ممكن استاذ جهاد انه يكون السبب ده هو ايضا انه الصناعات العسكريه تمام هي نعم. تشكل لوبي ضخم، وهذه الصناعات تقليديا بتقف مع الحزب الجمهوري اللي كان منه رومني. طبعا التحالف العسكر والصناعه اللي هذا موجود. انما اوباما عايز يخفض الميزانيه العسكريه، قاموا عليه الحزب الجمهوري الله انه لا يعني ما فيش فلوس، هذا البلد على حافه الافلاس. يعني وصل وضع 16 تريليون وصل وضع انه صناعه السيارات الامريكيه اللي كانت اساس صناعه السيارات في العالم كانت على حافه الافلاس. كل الشركات الكبرى كلايزر وفورد وجنرال موتورز اخذت مساعدات من الدوله. ايوه الان تحسن، عشان كده حتى ساعدوه. تلاقي الولايات اللي هي فيها صناعه سيارات وقفت مع اوباما في الانتخابات. بعدين بيجي يعني بيحكوا امور واضح انه هذه غلط، عم بيحتجوا على الصين انه بنقلوا يعني طبعا العامل الصيني معاشه باليوم 5 دولارات، انت العامل الامريكي 100 دولار، ما فيش تكافؤ بين الهدي. اوباما نفسه لو عنده شركه بده يبعت على الصين، رومني بتعامل مع الصين، كلهم بتعامل مع الصين، الصين ارخص. الانتاج تبع الصين من 5 دولارات العامل الصيني او 10 دولارات ل 100 دولار الامريكي باليوم، مع كل الضمانات وكل الرعايات وكل التامينات اللي عليه. فالصين يعني عندك هون سيد احمد، محمد سيد احمد الكاتب اللي كان الله يرحمه الاستاذ محمد سيد احمد عظيم، هذا كتب يا شيخ باوائل التسعينات الدوله العظمى القادمه هي الصين، راح شاف بكين وشنغهاي وهذه وقال هدول اللي عم ببنوا هدول، حكى بشكل يعني كأنه معه كرة بلورية وشايف المستقبل. وعم نشوف هلا أثر. هو كان متخصص كمان في الفيوتشرولوجي، علم المستقبليات، وكان دارس له، فكان بيشوف انه باستمرار معدلات التنمية على هذه الشاكلة في الصين هذا سيجعلها عملاق اقتصادي. بقول لك لما توفى وصديق فطلبت من الأهرام ينبشوا لي هذا المقال، وكان يعني المحور اللي يعني الزاوية اللي كتبت عنه. فالوضع هذا هو مش لأن الصين عم تسرق منكم مثل ما بقولوا، سرقت وظائف، ما سرقت وظائف، انت رحت لعندها. الصين ما بتيجي على شركة بأمريكا بتقول له تعالوا نعملكم شركته، انت بتروح بتفتش على الصين. يعني الايفون الايباد انعملوا هناك لأنه أرخص. حتى لما حضرتك عارف الشركات الشهيرة اللي هي بتاعت بيع
ملابس، بضاعة، أدوات تجميل، الكلام ده كله. لما بتيجي تتصل بنمرة في أمريكا اللي هم بيردوا عليك علشان أغلى في أمريكا، ففي سويتش متحول للهند أو الصين عشان اللي بيرد عليك واحد هندي أو واحد صيني علشان أرخص. إيه هذا اللي بيقولوا له أوتسورسينج اللي هو متهم فيه رمني اللي بيحكي على الاقتصاد، هو بس عنده شغل ببعته على على الهند. لكن ابتدى يتكلم على ضرورة حماية الصناعة الوطنية الأمريكية بينما هو بيعمل العكس. يبقى الأولوية الأولى للرئيس الأمريكي هي الوضع الداخلي. كل الناس مش بس الأمريكي بيفكروا بجوهم. الناس بتفكر بجوهم، عنده عائلة عايش عايزها، هو عايز ياخد إجازة ويقدر يطلع لبرا. فأهم شيء مثل ما تفضلت يعني الإحصاء أو الاستقصاء اللي بيعملوه دائما حوالين مستوى الرضاء الشعب الأمريكي عن أداء الرئيس لمهمته اللي هو الجوب أبروفل عند الأمريكيين. أيوة. اعتقد بيكون دائما العنصر الاساسي فيه الى اي حد يتحسن حال المواطن الامريكي في سلة الخبز بتاعته، في وظيفته، في البطالة، في العلاج، في الخدمات. اذا بتذكر بيل كلينتون كان شعار حملته الانتخابية It's the economy stupid، انه الاقتصاد يا مغفل. مع العلم بعدين اعترف انه في اخر ايام جورج بوش الاب تحسن الاقتصاد، لكن لانه الامريكان طالعين من الأزمة اللي عملهم إياها مش بوش الأب لكن عملها ريغان، فصدقوا الشعار تبعه. بس كان شعاره هي الريغانومكس، إنه إيه ريغان، إنه الاقتصاد يا مغفل، إنه أهم شيء الاقتصاد، وهذا اللي بيمشي وراء الناس ببلادنا، بيمشي وراء الاقتصاد بنتيجة. يعني بدنا نحكي على مصر، بس مصر أهم شيء في رأيي فيها، أهم شيء قبل اي الوضع الاقتصادي. طب خلينا هنيجي لمصر. خلينا دلوقتي نفهم بالضبط ما هي حدود الرئيس الامريكي كلاعب رئيسي في العالم، ثم بعد ذلك في المنطقه. فهو الوضع الداخلي، الاقتصاد بالدرجه الاولى. طيب لما يجي هو الرئيس الامريكي ينظر الى السياسه الخارجيه، هل اكون مخطئا اذا قلت ان اي تحرك للرئيس الامريكي في السياسه الخارجيه هيكون مرتبط انه الى اي حد ممكن يساعده ده في وضعه الاقتصادي؟ الى حد كبير. الى حد كبير. لذلك مثلا نحن العرب دول الخليج هي محرك الاقتصاد العالمي. هم عايزين بغض النظر عن عم بيحكوا هلا قد الايام عن الغاز، بس حتى الغاز عندنا اياه، لكن هم الاساس. عايز انه يكون مضيق هرمز مفتوح، يعني هو عايز طاقه، عايز طاقة رخيصة، عايز علاقة جيدة مع الناس، عايز طاقة رخيصة آمنة يتم نقلها دون أي تهديد أو أخطاء. تمام. مش بس كمان عايزين منا شغلة لازم نقبض إنها تمنها. هم مش عايز طاقة على قدر حاجتنا إحنا، حاجة المملكة العربية السعودية أو الإمارات، على حاجته هو. السعودية يمكن لو أنتجت نصف اللي عم تنجو هلأ بغطي طلبات مواطنيها، ونفس الامر للكويت ولا لكن هو عايز على طيب اوكي اذا احنا بدنا نمشي معاك ونلبي طلباتك، انت كمان لبي طلباتنا او ما تقدر منها. اعتقد في الاهم شيء في الولايه الثانيه انه هو حر من الضغوط، ما عم فكر بانتخابات جديده، عم فكر بارث السياسي، لازم يعمل انجاز يذكروا له اياه الناس. ف ارجو ان نرى منه. طب تفتكر ان هو حيركز ان هو يكون ارثه السياسي او الشيء الاساسي اللي يسعى اليه في الداخل ام في الخارج ام الاثنين معا؟ في الاثنين معا. بالداخل حتما عايز يكون في اقتصاد نشط، اقتصاد قادر على المنافسة مع الصين، مع اوروبا الغربية، مع الهند. بنفس الوقت هو كمان عايز ان يعمل انجاز سياسي. انجاز السياسي الاهم راح يكون في الشرق الاوسط، لانه احنا كعرب المسلمين برا اللي شفتهم بالامم المتحده عم بيهتفوا لابو مازن، ما عندنا قضيه مع الامريكان الا اسرائيل، ما عندنا قضيه معهم. كل عمرنا واحنا صغار لما كنا بالمدرسه انه امريكا رائده الحريات، ما كانت دوله مستعمره في بلادنا مثل بريطانيا وفرنسا. وودر ويلسون الشهيره كان، كنا ايزنهاور وقف مع مصر سنه 56 ضل الارث تبعه ماشي لحد ما اجى جونسون اللي كان له عشيه اسمها ليندا كريم، يهودية أمريكية جوزها منتج من كاليفورنيا، كانت عنده بالوايت هاوس
بعدك انا معلومات ده موثقه، دق عليها الباب ليقول لها انه بلشت الحرب 67 اسمها ماتيلدا كريم ومعروف يعني ما معروف لها دول وفي كتب عنهم. ف اتغير الوضع لما صاروا مع اسرائيل 100% ضدنا، لما العرب ب 73 صار راح يربح الحرب صار في برج جسر من السلاح لاسرائيل ما وقف. فاذا قدر يحل هاي المشكله اللي هي اساس خلافنا مع امريكا ما عنده مشكله مع العرب اطلاقا ان شاء الله. نيجي للموضوع الفلسطيني قبل ما نشوف المسؤوليه الامريكيه، نتحدث عن مسؤوليتنا العربيه والفلسطينيه في الموضوع. احنا كنا بنحلم انه لو في حل سلمي يقوم على فكرة الدولتين، دولة عربية ودولة يهودية، ننظم بينهما اتفاق واضح كل واحد بياخد حقوق ويعيش في سلام، كلام الرومانسي الجميل اللي كان دائما يتردد من النخبة. واضح ان دلوقتي في دولتين بس مش دولة يهودية ودولة فلسطينية، ولكن دولتين داخل فلسطين، دولة حماس ودولة السلطة، وكل منهما ليست لديها حتى مقومات الدولة مخرومة مثل الجبنة المسقوبة بمستوطنات ومشروعات عسكرية وحواجز ومحاسيم وكل ما يمكن هو يدمر العلاقة. وأصبح العداء ما بين حماس والسلطة أكثر من عدائهما ضد إسرائيل وبيبي نتنياهو. أوصف لي طبيعة الإشكال الحمساوي والسلطة وتأثيره اللي احنا فيه دلوقتي. هو سيء جدا والفلسطينيين يتحملوا المسؤولية، مش حد، ما فينا نتهم الصهيونية وأمريكا وإسرائيل واللي بدك إياه، لا احنا المؤامرات الخارجية والحلم. كأن حماس قنعوا بأمارة إسلامية في غزة. أبو مازن ضعيف يعني بالمقارنة مع أبو عمار. أبو عمار لو قوي عليه حماس كان قتلهم، عنده خطوط حمراء يمكن مش معلنة لكن ما كان خلاهم يربحوا الانتخابات. أبو مازن كان ديمقراطي أكثر منه، مشى الأمور مثل ما هي، أخذوا الانتخابات وقسموا البلد. لا يمكن أن يتوقع الفلسطينيون من العرب من المسلمين من أي دول في العالم مهتمة بقضية مثل جنوب أفريقيا اللي ماخدين معهم موقف هذا، انه الناس كلهم يجمعوا على قضيتهم. اذا هم مش مجمعين على قضيتهم يجب ان يتحملوا المسؤوليه، هم مسؤولين، هم مسؤولون قبل غيرهم عن الوضع المزري الوضع المتردي للقضيه الان. انا في الامم المتحده والله اقسم لك وفي ألف كاميرا بالامم المتحده ما في تأييد لقضيه الا القضيه الفلسطينيه. ابو مازن صفقوا له وهو داخل، ما حد صفقوا له واحد تاني. شوف انا اتحدى اي واحد يفرجيني واحد صفقوا له داخله. قطعوا خطابه 8 مرات مش لابو مازن للقضيه، وبرضه الفلسطينيين مش عم بيعرفوا انه يستغلوا هذا العطف الدولي عليهم على مشاكلهم. العطف جزء منه عليهم بس ايضا يعني تجاوزات اسرائيل، الارهاب الاسرائيلي النازي الجديد الاسرائيلي اللي عم نشوفه الاحتلال الهادي هنوصل له. بس خلينا نشوف نقف دلوقتي قدام المسؤوليه الفلسطينيه ازاء ما يحدث. المسؤوليه الفلسطينيه هي المسؤوليه الاولى والاخيره وهم مسؤولين. اذا تراجعت تأييد القضيه فهم مسؤولون، اذا زاد فهم مسؤولون لانه يتخلق. هل تعتقد انه حماس تؤمن بانه فلسطين هي فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، فبالتالي لا يمكن التوصل إلى اتفاق أو تسوية فيها نوع من بمفهوم التنازل الجغرافي عن مشروع فلسطين التاريخية، أم هذا موقف قابل للتفاوض والتغير؟ يعني هل تعتقد أنك ممكن تشوف قيادات حمساوية قاعدة مع قيادات إسرائيلية تفاوض على شكل الخارطة أم هذا مستحيل؟ لا اليوم أقول لك لا أرى هذا المشهد جالسين مع بعض. المسلمون المتدينون في أي بلد يقدمون دينهم على وطنيتهم، هو مسلم أولا ومصري ثاني، مسلم أولا فلسطيني ثانيا، فبتلاقي صعب عليهم جدا أن يعترفوا بإسرائيل. الإخوان المسلمون لم يعترفوا بإسرائيل، الرئيس رئيس الدولة، لكن قيادة الإخوان
مرشد الإخوان لم يعترف بإسرائيل. أعتقد أن الجماعات الإسلامية لا تستطيع أن تعترف بإسرائيل طالما أنها في هذا على هذا الإيمان وهذا المبدأ. فلا أرى إمكانية لحماس تعلن أنها ستعترف بدولة إسرائيل في الوقت الحاضر. إذا تغيروا بكون لكل حدث حديث. إذا كانت لا تعترف ولا تفاوض وليست لديها القدرة على القتال أو التحرير، يبقى تفتكر كيف سنرى الشهور أو الأعوام المقبلة؟ يعني ما هو السلوك الحمساوي تجاه الخصم أو العدو أو المفاوض الإسرائيلي، سميه كما تشاء. هو مثل ما قلت هذا الوضع إذا دخلنا في طريق مسدود مش هنعرف نطلع منه. وبرجع بقول يعني أرجو أن أكون مخطئا، أن ما تكون حماس اكتفت بغزة، قاعدين بغزة مبسوطين، عندهم حدود مع مصر، هلأ في عندهم حلفاء في مصر، هم أصلا إخوان مسلمين، فعندهم ناس يعني يساعدوهم وقت الحاجة. بس بالنتيجة فلسطين أنا بالنسبة إلي كمواطن عربي من النهر للبحر، مش غزة أبدا ولا حتى الضفة الغربية. طيب إحنا قبلنا بالبين البين ما قبل فينا، قبلنا باثنين فلسطين ب22%. الآن طلع حزب معتدل بإسرائيل، هذا الأسبوع ما واحد صحافي انه هذا معتدل وبصر على مفاوضات مع الفلسطينيين على شرط تبقى المستوطنات والقدس لاسرائيل. طبعا شو بده يفاوض في هذا المعتدل فيهم؟ لتشوف شو جاب كمان فكره حق الهجره او حق العوده، ولا حد دي رافضها كمان؟ ما في حق العوده اطلاقا. لا يمكن ان يكون هناك سلام مع هذه الحكومه الاسرائيليه، مستحيل. افيجدور ليبرمان. طب قبل ما نوصل برضه لافيجدور ليبرمان، اتفضل خليني بقى انظر على الضفه الاخرى وهي السلطة الفلسطينية المستقرة في رام الله وبعض المدن الصغيرة حولها. ما هو تقييمك لأدائها ووضعيتها؟ طبعا هي أيضا مقصرة، هناك يعني شبه ثورة عليها في الضفة الغربية على تصرفاتهم، مع أن الوضع الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية جيد لأن رئيس الوزراء رجل مصارف، فبيض رجل قادر عم بتعاملوا مع يعني حتما نسبيا جيد هي. انما كل امر كل شيء راح يمر عن طريق اسرائيل. يعني هلا القصه على ابو عمار مات متسمم لانه كان الدواء اللي يفوت على المقاطعه يوقف الاسرائيليين يفحصوه، شو حط فيه شو ما حط فيه بكره بنعرف لما يشرحوا جزء. فانت عندك نوع من الاحساس الذي لا يستند على دليل، وممكن يكون سممه ابو عمار. كنت أعرف أبو عمار يوميا من حوالي 70، حتى لما يعني سهى عرفات أعرف والدتها كانت لما كنا أنا وياك في الأردن، كانت مراسلة الشرق الأوسط في في القدس، وهي فلسطينية معروف يعني، وحماة معروف، لأنه ما كانش على اتفاق كبير مع أبو عمار. هي دائما يعني بتحكي كتير وبتاخد مواقف. حكيت مع الست سهى أنا من أسبوعين ثلاثة وقناعتها مطلقة أن زوجها سمم، اللي ما كان مريض ما كان عندنا يعني قاعدة معه، راحت بعدين على باريس قال لها تروح لأنه حس أنه في عليه خطر، راحت مع بنته. فبتقول لي هي شو قناعتها المطلقة أنه سمم، بتقول بكرة بتشوف نتائج التحليل الجسمانه لما يطلعوه. في سويسريين هناك وفي ناس تانين بفكر من كله من أوروبا.